أهلا وسهلا بكم في صندوق العجائب. أعود إليكم اليوم لكي أكمل معكم حلقاتي حول أخطاء القرآن اللغوية. وعنوان مداخلتي هذا اليوم هو التالي: أخطاء القرآن اللغوية. الباب الأول: الإبهام، أو عندما يتكلم الله صيني. الإبهام أو عندما يتكلم الله صيني. ذكرت في شريط سابق بأن الأخطاء اللغوية في القرآن تنقسم إلى 11 نوعا، أولها الإبهام، وهذا ما سوف أعرضه عليكم الآن. إذا أنت تكلمت مع شخص ونطق بأمور غير مفهومة لك، سوف تظن بادئ الأمر أنك لم تسمعه جيداً، فتطلب منه الإعادة، فيعيد الأمر عليك وفي نفس الطريقة غير المفهومة. عندها تدخل مرحلة الشك: هل الشخص المتكلم يتكلم الصينية؟ فيؤكد لك المتكلم بأنه من العرب الأقحاح، وأنه يتكلم العربية، وأن ما يقوله قمة في البلاغة، ويحضر لك أتباعه الذين يشهدون لصالحه بأنه فعلا بليغ، وأن لغته العربية لا غبار عليها. فتسألهم: ممكن تشرح لي ما يقول صاحبكم؟ فتقع على تفاسير متضاربة، وفي نفس الوقت كلهم يؤكدون لك بأن ما يقوله المتكلم هو في قمة البلاغة، فتحتار من أمرك وتشك في سلامة عقول أتباع المتكلم وفي نزاهتهم، فتجري عملية تحري، فتجد أنك أمام وضعين لا ثالث لهما. أولاً، تم برمجة غالبية أتباع المتكلم، يعني القرآن، منذ صغرهم بحيث يكررون كلاماً مثل الببغاوات دون أن يفهموا معناه. وإن لا تتفق معهم يرمونك بكلمات مثل إعجاز لغوي وبلاغة وغيرها من الحجج، وهذا ما يطلق عليه بصورة عامة غسيل المخ. ثانياً، تم ممارسة ضغوط على من يشك أو يحاول أن يهرب مما يملى عليه وأن يتخلص من غسيل المخ، فنكون هنا في حالة إكراه، وكل قوانين العالم تعتبر الإكراه عذراً، ولا تأخذ بكلامهم ولا بأفعالهم، وتحاكم من مارس الإكراه عليهم. وقد نظمت الشريعة الإسلامية اعتماداً على نصوص من القرآن والسنة ما يسمى بالتقية وحالة الضرورة، فيحق لك مثلاً أن تسب النبي إن أكرهت على ذلك. إذن أنت تقرأ القرآن ولكن لا تفهم، فتسأل: ما الوضع؟ هل كاتب القرآن يتكلم بالصينية؟ فيقولون لك: لا،
إنه كتاب بليغ. وعندما تسألهم عن فهمهم لآيات من القرآن تجد تضارب في كلامهم، فإما هم تم ممارسة غسيل المخ عليهم فيقررون الكلام قلب بغاوات، أو أنهم واقعين تحت ضغوط فمكرهون لقول ما يقولونه. ويصعب عامة على المؤمن القول بأن القرآن كلام الله فيه إبهام، وهو عامة لا يلاحظ ذلك، فهو عامة يقرأ النص دون فهم ويتبرك بمجرد قراءته. فقراءة القرآن بحد ذاتها تعتبر تعبدا، فهمته أو لم تفهمه. وهناك أميون يمررون أصابعهم على القرآن هكذا هكذا، يمررون إذن أصابعهم على أسطر القرآن تبرقا به، وأشير هنا إلى أن 80% من المسلمين لا يفهمون العربية، أو هم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، وكلهم يدعون أن القرآن كتاب الله وقمة البلاغة. يقررون الكلام مثل الببغاوات. أضيف إلى ذلك أن من بين 20 المتبقين أقل من 1% منهم يفهم ما لا يزيد على 80% من القرآن. إذن أقل من 1% من 20 المتبقين لا يفهم من القرآن ما يزيد على 80% من القرآن. 1% من 20 المتبقين، وما لا يقل عن 20% من آيات القرآن يخفى معناها على كافة المسلمين مهما كانت درجاتهم العلمية، بما فيهم كبار المفسرين. وعندما تعرض آيات مبهمة على المسلمين يبررونها بمقولات غريبة عجيبة، ولا يجرؤ أحد منهم على القول بأن النص القرآني معيب، فالعيب في نظرهم هو دائما عند القارئ وليس في النص، لأن اتهام النص بالعيب يعني اتهام الله ذاته وخروج عن ملة الإسلام، ومن يقول بذلك يعتبر مرتدا يحق قتله. وإذا أنت وقعت على نص ولم تفهمه ولم يفهمه غيرك، فأنت أمام نص معيب، هناك خطأ في النص، وقد يكون سببه ضياع جزء من النص أو استعمال كلمة مكان كلمة
أخرى لا معنى لها في سياق النص، أو استعمال كلام غير مفهوم أصلاً مثل الأحرف المقطعة، أو أن هناك خربطة في تنظيم عناصر الجملة، أو أخيراً هناك تفكك أوصال الخطاب والانتقال من موضوع إلى موضوع، فنجد نفسنا أمام فقدان الوحدة الموضوعية. إذن ما يهمني أن نفهمه حتى الآن أن 20% من نصوص القرآن مبهمة حتى لكبار المفسرين، ليس لعامة الشعب ولكن لكبار المفسرين. وكمترجم للقرآن للغة الفرنسية والإنجليزية والإيطالية، يمكن أن أؤكد على ذلك. ودليل الإبهام تضارب المفسرين في فهم تلك النصوص، وتضارب المترجمين في ترجمة تلك النصوص. هناك موقع يعرض أكثر من 50 ترجمة باللغة الإنجليزية، يمكنك من خلالها أن تراقب كيف ترجم المفسرون كل آية وتقارنها مع الترجمات الأخرى. وهناك موقع يتضمن عدد من الترجمات الفرنسية يمكن تحميلها مجاناً، وعندها يمكنكم أن تراقبوا هذه الترجمات. وهذا ما قمت به خلال ترجماتي للقرآن، إضافة إلى أن اعتمدت أيضاً أو تابعت أيضاً الترجمات الإيطالية للقرآن. واستعمال كلمات أو عبارات مبهمة يعتبر خطأً مخالفاً لمبدأ البلاغة التي تهدف إلى توصيل الفكرة إلى المخاطب بصورة واضحة ودون التباس. وكل ما يساعد على إزالة الإبهام هو تصحيح لخطأ، كما فعل المفسرون في تقدير المحذوفات، أي إيجاد حل لنواقص القرآن المختلفة، رغم أنهم اختلفوا في تقديراتهم. وأهم المبهمات في القرآن ما يسمى بالأحرف المقطعة أو فواتح السور، وهي موجودة في بداية 29 سورة. وأعطيكم هنا قائمة بهذه الأحرف المقطعة: ألف لام ميم صاد، هكذا تلفظ، أحرف مقطعة تجدوها في سورة الأعراف. ألف لام ميم راء، تجدوها في سورة الرعد، أعني بداية السورة. كاف ها يا عين صاد، تجدوها في سورة مريم. وطه، سورة في بداية سورة طه. وطاء سين في بداية سورة النمل. ويا سين في سورة ياسين. وصاد
في سورة صاد، وعين سين قاف في سورة الشورى، وقاف سورة قاف، ونون بسورة القلم، وطاء سين ميم في سورة الشعراء وسورة القصص، وألف لام الراء تجدوها في سورة يونس وسورة هود وسورة يوسف وسورة إبراهيم وسورة الحجر، وألف لام ميم تجدوها في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة العنكبوت وسورة الروم وسورة لقمان وسورة السجدة، وحاميم وتجدها في سورة غافر وسورة فصلت وسورة الزخرف وسورة الدخان وسورة الجاثية وسورة الأحقاف وسورة الشورى. وتسمى السور المفتتحة بطاسيم وطاسين بالطواسيم أو الطواسين، وتسمى السور المفتتحة بحاميم الحواميم. وكما ذكرت لا تقرأ هذه الأحرف كالأسماء مثل باقي الكلمات، بل تقرأ بصورة متقطعة، من أجل ذلك سميت بالحروف المقطعة. ويعتبر البعض الأحرف المقطعة من المتشابهات التي هي مما استأثر الله بعلمه، مما يضعها في خانة اللهو والعبث. إذا هي بعلم الله ولا معنى لها، ما استفدنا منها، خلي عنده. بينما يرى فيها البعض الآخر ضربا من إعجاز القرآن. وبما أنه يصعب قبول فكرة أن هذه الأحرف مجرد لهو وعبث من قبل الله، فقد أجهد المفسرون أنفسهم لإيجاد معنى لها، فتضاربت آراؤهم ضمن التفسير الواحد، فتحولت هذه الأحرف إلى معميات وألغاز وطلاسم لا تليق بنص يقول مؤلفه بأنه بلسان عربي مبين. ويكفي الرجوع لموقع التفسير واستعراض تفسير الآية الأولى من سورة البقرة التي تبدأ بأليف لام ميم، التي يكرس لها على سبيل المثال الرازي 12 صفحة، وكل من الطبري وابن عاشور 10 صفحات، والزمخشري 8 صفحات. لن أدخل في كيفية فهم هذه الأحرف المقطعة، فهي محاولات ولا مانع من ذلك، ولكن لا تقدم ولا تؤخر، تبقى هذه الحروف مبهمة ومحل لخلافات كثيرة. ومن يهمه المزيد يمكن الرجوع لمقدمة طبعة العربية للقرآن وكتاب الأخطاء اللغوية في القرآن، أعني المقدمة، وسترون معان لهذه الأحرف. ومن المحتمل أن تكون الأحرف المقطعة مجرد أرقام للصور وفقاً لحساب الجمل كما هو في العبرية والسريانية واللاتينية. وحساب الجمل يعني إعطاء كل حرف من حروف اللغة رقما خاصا،
وما زالت بعض الصور تحمل في عنوانها مثل هذه الأحرف، مثلا صورة طه وهي مكونة من حرفين طه وهاء، واليوم أصبح اسم علم، وصورة ياسين، والآن ياسين أصبح اسم علم، بينما هي مكونة من حرفين ياء وسين. تعرفون الممثل المصري الشهير إسماعيل ياسين، وتعرفون عميد الأدب العربي طه محمود. شفت كيف؟ الآن جاء ثقب في عقلي. طه حسين، أعني المعذرة، طه حسين اسمه مكون من حرفين طه، وهناك صورة الصاد وصورة قاف وصورة النون التي تسمى أيضا صورة القلم. وقد يكون أصل الأحرف أليف لام ميم الصاد، والأحرف أليف لام ميم أصلها المصحف، وقد ضاع جزء منها، أي كانت أصلا هي المصحف ولكن ضاع جزء منها فكتبت أليف لام ميم الصاد أو أليف لام ميم. وهناك من يحاول تفسير الأحرف المقطعة لغايات تبشيرية، كما يفعل على سبيل المثال القمص زكريا بطرس، الذي يرى أن بحير الراهب علم النبي محمد القرآن ثم تاب من بعد ذلك وضمن العقيدة المسيحية السليمة في هذه الحروف المقطعة لتبقى سرا يتحققه الفاهمون، وهو في ذلك يعتمد على حديث رواه وضعفه ابن كثير والطبري. والمسلمون مغرمون بالإعجاز العددي للقرآن إلى حد الهوس، لذا يلجأ بعضهم للأحرف المقطعة لإثبات أن القرآن من عند الله، ويقول أحدهم في مقدمة كتابه ما يلي: إن النظام الرقمي المذهل للحروف المقطعة هو برهان مادي ورياضي على أن القرآن كتاب معجزات وليس كتاب أساطير كما يدعي بعض الملحدين عندما يقولون أن القرآن يحوي حروفاً لا معنى لها. ويضيف: ويمكن القول بأن الله تعالى بعلمه المسبق يعلم أنه سيأتي عصر تتطور فيه علوم الرياضيات ويقطر فيه الملحدون، لذلك فقد أودع في كتابه حروفاً مقطعة في أوائل السور وأخفى إعجازاً حتى جاء عصر الرقميات الذي نعيشه اليوم، ليكون التحدي بهذه الحروف أبلغ وأقوى. وهذا شأن المعجزة، تأتي بالشكل الذي برع فيها المشككون لتعجزهم في اختصاصهم، وتبين لهم أن القرآن هو كلام الله الحق. هذا رأي أحد المهلوسين، وما أكثرهم في هذا السبيل. ومن المستبعد أن تكون هذه الأحرف من أصل القرآن، فلو كانت في القرآن بداية
لماذا لم يستفسر أحد النبي محمد عن معناها؟ هل لأنهم لم يسمعوا بها إلا بعد وفاة النبي محمد؟ أم أنها أضيفت إلى القرآن بعد وفاته؟ أم لا علاقة للنبي محمد بالقرآن؟ انظر في هذا المجال تفسير جامع الطبري، جامع البيان للطبري، سورة البقرة، حيث يستعرض مختلف التفسيرات دون ذكر لأي استفسار من النبي. وفي غياب تفسير مقنع لهذه الأحرف، يجب إدراجها ضمن ما يسمى اللغو، الذي يعرفه قاموس لسان العرب السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره، ولا يحصل منه على فائدة ولا على نفع، يعني كلام فارغ. ويلاحظ في هذا المجال أن القرآن ليس الكتاب المقدس الوحيد الذي يتضمن كلمات غير مفهومة المعنى. فعلى سبيل المثال، كلمة سلا، سين لام ألف، تكررت 71 مرة في سفر المزامير، ومرتان في سفر حبقوق، ولا أحد يعرف معناها الحقيقي. ويذكر يوسف الصديق، وهو أستاذ تونسي متخصص بالأدبيات الإغريقية، يقول إذن، يذكر أن كثيرا من النصوص اليونانية القديمة كانت تتضمن مثل هذه الأحرف المقطعة، وهذا من مخلفات عادة العرافين، وتعني أن تلك الأحرف تتضمن كلمة بأكملها. ولا أريد هنا أن أستعرض آيات قرآنية مبهمة، فهي كما قلت لكم تمثل 20% من آيات القرآن، 20% من آيات القرآن مبهمة. يمكنكم في هذا الخصوص الرجوع إلى طبعة العربية للقرآن، وكتاب الأخطاء اللغوية في القرآن، وسترون أمثلة كما يروق لكم من آيات مبهمة. وسوف أضع لكم تحت هذا الشريط رابط مقالي أو كلامي هذا مطولاً، صدر في صفحتي في الحوار المتمدن، حيث أعطيت آيات مبهمة على سبيل المثال، ولا أريد أن أطيل عليكم هنا الشريط ما دام أن يمكنكم قراءته والتمعن فيه. هذا، وهناك كلمات استعصى فهمها، وبذل اللغويون والفقهاء والمفسرون المسلمون قديما وحديثا جهدا كبيرا لمناقشتها، وألفوا فيها كتبا أطلقوا عليها عامة تعبير غريب القرآن. وبعض هذه الكلمات غريبة على اللغة العربية، ولا يمكن فهمها إلا بالرجوع إلى اللغات التي أخذت منها. ويقدر البعض أن القرآن أخذ ما بين 6 و10% من كلماته من اللغات السامية الأخرى، وخاصة اللغة السريانية. وبما أن المفسرون لم يكونوا يفهموا هذه اللغات، لذلك استصعب عليهم فهمها. والإبهام في القرآن قد يكون ناتجاً عن أخطاء النساخ في كتابة بعض كلمات القرآن، ولكن بدلاً من الاعتراف بالأخطاء،
كما كانت تفعل عائشة. هي قد أقرت في أحاديث نسبت لها بأن هناك فعلا أخطاء نساخ في القرآن. إذا بدلا من الاعتراف بالأخطاء كما كانت تفعل عائشة، حاول المسلمون اختلاق معنى لتلك الكلمات، رغم أنه تم تصحيح بعضها في اختلاف القراءات. فمثلا كلمة يطمثهن، ما معنى هذه الكلمة؟ هناك قراءة تقول أنها أصلها يطأهن، يطأهن وليس يطمثهن. وكلمة اصطنعتك لا معنى لها، قد يكون أصلها اصطفيتك كما في قراءة مختلفة. وكلمة مقيتا قد يكون أصلها مثيبا كما في قراءة مختلفة. وحرق، كلمة حرق أصلها خلق. وكلمة أنشز في القراءة المختلفة انتشر. وكلمة قاصفا هو خطأ نسخ وأصلها عاصفا. وكلمة حصب خطأ نسخ أيضا وأصلها حطب كما في القراءة المختلفة. وكلمة عسيتم أصلها حسبتم. وبخصوص عائشة يذكر السيوطي ما يلي: سئلت عائشة عن قوله تعالى إن هذان لساحران، وعن قوله تعالى والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، وعن قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، وهي أخطاء لغوية واضحة. فقالت ابن أخي: هذا عمل الكتاب، أخطأوا في الكتاب. شو بدك شهادة أفضل من شهادة عائشة؟ لكن روح قول للمشايخ إنه في القرآن أخطأ، سوف يضربون عنقك. هذا ولا يكفي فهم الكلمات بمفردها لفهم الآية، فقد تأتي كلمة مفهومة ولكن ضمن عبارة غامضة، إما لأن بعض عناصرها تنقصها، أو لأنها حشرت في الآية حشرا دون علاقة بمضمونها، فتفنن المفسرون في شرحها خاصة باللجوء إلى الأساطير اليهودية، وقد أدى غموض العبارة إلى تباين في التفسير. فعلى سبيل المثال يقول القرآن في سرده لقصة العجل: قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. ما معنى فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها؟ ولا يعرف ما علاقة السامري بهذه القصة، علما أن السامريين ينسبون إلى جبل السامرة في فلسطين، ولم يكونوا موجودين في زمن موسى.
والآيات الغامضة في القرآن كثيرة جدا، وقد حاولنا على قدر المستطاع إلقاء الضوء عليها في هوامش طبعة العربية للقرآن وكتاب الأخطاء اللغوية في القرآن. وتضاف إلى الآيات الغامضة آيات لا معنى لها تذكرنا بسجع القحان، مثل والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. فما معنى هذا الكلام؟ وما علاقتها بوحدانية الله؟ وكيف يمكن أن يقسم الله بمجهول على المعلوم؟ ونفس الأمر يمكن قوله عن الآيات والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. الواو هنا في بداية الآية للقسم، ثم هناك الآيات والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا وغيرها من الآيات التي لا معنى لها ولا فائدة ولا يمكن تصنيفها إلا في خانة اللغو. أكتفي بهذا القدر وأحيلكم إلى طبعة العربية للقرآن وكتاب الأخطاء اللغوية في القرآن لمن يريد المزيد. كما سأحيلكم تحت هذا الشريط لمقال نشرته في الحوار المتمدن أوسع مما قلته في هذا الشريط. ولعلمكم طبعة العربية للقرآن وكتاب الأخطاء اللغوية في القرآن وكل الكتب العربية تجد رابطها تحت هذا الشريط وهي مجانية، ولكن يمكنكم أن تشتروها أو تشتروا كتب الأخرى إن أردتم دعم أبحاثي، وتجدون في الرابط أعلى الروابط لتلك الكتب في أمازون. أنهي هنا وسأعود إليكم في حلقة قادمة لكي نتكلم عن أخطاء أخرى في القرآن، والخطأ القادم سيكون عن الأخطاء الإملائية. فانتظروني إذن، أتمنى لكم نهارا سعيدا. أشير إلى هذا الشريط في صفحاتكم ومجموعاتكم فالدال على الخير كفاعله، وعلقوا، وإن عندكم استفسارات اكتبوها وسأحاول الرد عليها. مع السلامة.